إن أشرف البقاع على ظهر الأرض هي المساجد، لأنها بيوت الله عز وجل. مسجد مقداد بن الأسود الكندي يقع هذا المسجد ببروما بلوغين الجزائر العاصمة. بني في عام 1980 وسمي نسبة للصحابي الجليل مقداد بن الاسود الكندي الذي يعد من السبعة الاوائل الذين اظهروا اسلامهم في مكة. تبلغ مساحته ب 1800 متر مربع، ويتسع لأكثر من 2500 مصلي، هندسته جزائرية، تتوسطه قبة كبيرة، ويتميز بكثرة العرس التي تحمل سقفه. المحراب واسع دائري المنبر خشبي منقوش يحمل الزخرفة الإسلامية طوله حوالي مترين ونصف مساحته الواسعة زادته رونقا وجمالا وحسنا تنص فيه صفوف المسلمين للوقوف بين يدي ملك الملوك الخالق كل شيء لأداء فرضة الصلاة والذكر وتلاوة القرآن والإنصات لخطب الإمام مزد مقداد بن الأسود بيت من بيوت الله التي شاء الله أن يذكر فيها اسمه ويعلو فيها النداء للصلاه فهنيئا لمن ذكر اسم ربه وصلى وتصدق واكثر المشي الى المساجد